وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في مهرجان العالم عالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل مستمرة هذه الفعاليات الخاصة بالنسخة الأولى من مهرجان العالمين 2023، والذي يأتي تحت شعار كما ذكرتم العالم عالمين. النشاطات الرياضية لم تتوقف والحفلات لم تتوقف، خصوصا الخميس الماضي حيث الحفل الموسيقي الكبير للموسيقار عمر خيرت، وأيضا الحفلات الغنائية لفرقة مسار إجباري والفنان الكبير بهاء سلطان، بالإضافة أيضا للفنانة كارول سماحة، وأيضا عدد من المغنيين الآخرين في المسارح الصغيرة، إما على المسرح الكبير أو حتى المسرح الصغير. بجانب ذلك كان هناك أيضا السباق الثلاثي الرياضي، وهذا السباق الذي يعني يتنوع من ركض مسافات ما بين 100 متر و 200 متر و 300 متر، وأيضا سباحة، بالإضافة لركوب الدراجات. ربما المميز هذه الأيام، يعني مستمر هذا المهرجان منذ أكثر من 20 يوما ويستمر حتى 26 من أغسطس، ولكن هذه الأيام مميزة في حقيقة الأمر بالأجواء المختلفة. الأجواء هنا في أشد أيام الحرارة المعروف عنها في أغسطس، ولكن في حقيقة الأمر الأجواء مميزة، الحرارة ليست شديدة على الإطلاق، بل بالعكس ترى نسمة من الهواء المختلفة، ما يميز مدينة العالمين، مما أيضا شجع النشاطات الرياضية للاستمرار خلال هذه الأيام. على سبيل المثال هناك بطولة للجودو، هناك بطولة أخرى للكرة الشاطئية، هناك السباق الثلاثي استمر يوما آخر بسبب الأجواء المميزة التي تحول من بعض الأيام في الشداد من حرارة شديدة إلى أجواء وسطية رائعة هنا في مدينة العالمين. في حقيقة الأمر أيضا ما يميز البحر الأبيض المتوسط في هذه الأيام، كانت من قبل في الصيفية أنها دائما أمواج مرتفعة في معظم الأوقات، ولكن حتى الأمواج في هذه الأوقات هي أمواج متوسطة، لذلك هي فرصة كبيرة للزوار والأهالي من المصريين وغير المصريين أن يأتوا ليتابعوا فعاليات المهرجان، وعلى هامش فعاليات المهرجان أن يستمتعوا بهذه الأجواء، إما في الكورنيش السياحي أو حتى في الشواطئ المختلفة سواء المجانية أو غير المجانية المتواجدة هنا في العالمين الجديدة. هذا فضلا بالطبع عن باقي الحفلات التي ستستمر في هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع، على سبيل المثال للفنان الكبير حكيم الذي سيحيي إحدى الحفلات هنا في الأرينا على يساري، في هذه الحفلة التي لاقت أيضا يعني رواجا كبيرا وفي حقيقة الأمر إقبالا كبيرا من العرب والمصريين لحضور هذا الحفل الخاص في نهاية هذا الأسبوع. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، كنت معنا من مدينة العالمين.